السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر، أو خبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. بس في البداية ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد بعمله يوصل لحضراتكم. ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا، وتعالوا معنا على الخبر. حريق شقة سكنية في الدقي. خبر المعنى بيقول: سيطرت الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع في شقة سكنية بالقرب من شارع سليمان جوهر بمنطقة الدقي. وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغ باشتعال النيران في شقة بالطابق الأخير لعقار في الدقي. واشتعلت النيران في الشقة، وقامت الحماية المدنية بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء وعشان تحاصر النيران يعني، وتم إخمادها ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وقامت الشرطة بالمعاينة والفحص، حيث تبين أن الحريق اندلع في الطابق الأخير حيث تتراكم الأخشاب أعلى العقار، وامتدت النيران إلى الأدوار الأخرى تم السيطرة عليها دون إصابات بين السكان. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واختلت النيابة للتحقيقات. إلى اللقاء في خبر جديد إن شاء الله من أخبار قناة عبير عامر. وبرضو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتشيروا الفيديو، وما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا، وإلى اللقاء.